مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فريق جريدة أحدث سوس الإلكترونية حل اليوم بدوار ولاد جرين جماعة الكفيفات التابعة الترابية اللي عملت دارودنت. الحادث هو عبارة عن حالة اغتصاب بشعة تعرض له طفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة. سيناريو الاغتصاب بدأ من سنة 2011 و توالت الاغتصابات إلى سنة 2015. اكتشاف الأم لاغتصاب الابن ديالها هو اللي فجر هذه القضية، وتكتبت مقالات كثيرة في حق هذا الاغتصاب. واليوم جينا باش ناخذوا الأقوال ديال الأب والأم وكذلك الضحية اللي ما تنصفوش على مستوى الجهات المسؤولة. أسامة كي داير؟ لاباس. كتقرأ أسامة؟ إيه. اش مستوى؟ مستوى الرابع. الرابع. وكتعاون الوالد ديالك، كتسرح معاه بعض البهيمات؟ ايه. في الغابة؟ ايه. حكي لنا أسامة كيفاش تعرضتي للاغتصاب عدة مرات. كنت انا سارح وذاك كنت سارح في الغابة وذاك المشلح يجي تدجع وذاك وشدني. شحال تقريبا يكون عنده، كبير ولا صغير ذاك الولد؟ كبير. واحد ولا جوج؟ جوج. واحد شدنا بالمغرب والعشاء، واحد سميتو واحد ستات صوت على الصباح. واش بزز ولا بالرضا ديالك انت اللي بغيتي؟ بزز. وما كدير لا ردود فعل، ما كتغوات، ما كتعيط على شي واحد يساعدك؟ ما كاين حتى واحد تما. وتقريبا من 2011 اسامه وانت كتعرض للاغتصابات، علاش ما قلتيهاش للاب ديالك والام ديالك؟ كتخاف منهم ولا كتحشم ولا كيهددوك؟ كيهدني والو. كيقولوا لك الا قلتيها لهم غنقتلوك غنديروا لك غنفعلوا لك؟ ايه. يقولوا لك تعيون باش باك عصا. يشبعوك عصا؟ ايه. وانت دابا نفسيا عادي ولا كتحس بواحد النوع من الحقره، خاصه ان الناس عرفوا؟ واش انت عادي نفسيا ولا غير عادي؟ انا مريض. مريض نفسيا؟ ايه. معنا الآن أم الضحية اللي اكتشفت أن ولدها كان كيتغتصب عدة مرات، وناخذ منها تفاصيل أكثر. لا إجا، السلام عليكم. السلام. إذا كان ممكن لا إجا تعاودي لنا، إمتى اكتشفتي أن ولدك كان كيتعرض لعملية اغتصاب؟ في الأول ديالو مشيت أنايا، حين مشيت صيفطت غادي يقرا وكنتسناه، حيت ما جاش ليا خرجت، حيت خرجت لقيتو شاد فيه وكيجر فيه. حين جيت أنا جبتو للدار، جبتو حين تبريت من أمو، تبريت من مو شو جا حزيني بالحجر، حين
2011 وجايين حزيني بالحجر محين خرجت انا كنخرج التليفون من الباب وكيب تابعينك بالحجر تابعني بالحجر في الدار محيني انا محيني هو تنخرج انا تيبقى هو يجلس برا ما كيقولش ليا ولا حين مشيت لمو قلت ليها كان هكان هما صدين عليا في الدار سدين عليا في الدار وغادي يهزني بالعصا وانا درت ما كاينش عندي فين غادي نخرج غنتحموا عليا هو والوالده ديالو محين انا ما كاينش عندي فين نخرج سدين عليا الباب ديالهم في الدار كاين عندهم واحد السلم باش كيطلعوا الحيط طلعت داك الحيط تحت على برا وانا نجي للدار محين جيت للدار نفس المشكل مشينا ذكرارينا به وما داروا لينا والو محينا النوبه الاولى النوبه الاولى بحال صافي داكشي تبقى لنا هكاك محين كان مشيو للدارك الملكي كيقول لنا داكشي فات عليه الوقت انت ما حضرتوش صافي مشى داكشي حتى الان مشيت انا رخيت للدري البهايم محين رخيتهم ليه مشيت لعندو لقيت الدري تايبكي نقول ليه مالك قال لي هاي كان هاكن قلت ليه محيتك اش كان مشيت لقيت لديك البلاصه محين لقيتها صافي قال لي راه ديك البلاصه فين كان كيجرب الزز منه ومشيت بعد داك لاطر ديال داك الدري تاع اللي عنده هما جوج قلت ليا هذا الاول هذا مش حيت بعد لاطر ديالو حتى لقيتو ما كاين عندي ما غنقول ليه حيت جيت قلت لباه هكان وحين سولنا الدري قال لينا راه كان واحد في الليل جا مشى في الحانوت غادي يجيب لنا الرزوان من الحانوت وتعرض ليه واحد اخر حتى هو على برا وهذاك تعرض ليه في الغابه صافي هذاك الشيء اللي جوج الشباب جوج كل شيء 24 سنه الفوق كان طلب من المسؤولين ياخذوا لنا حقنا ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اب ضحية سردت شكايه عند وكيل الملك ودفعت عليهم ملي دفعت عليهم تعطلت ما جاتش ليا وعاود ثاني ملي تغتصب الولد ديالي يعني كاينه شكايه اولى في 2011 الشكايه ديال 2011 ملي 2011 عاود ثاني تغتصب الولد ديالي المره الثانيه والثالثه هذه وملي تغتصب دفعت بدات بهم شكايه ودعوه بهم عن الدرك الملكي ومن عن الدرك الملكي ارسل لهم الاستدعاءات جابوهم لهم ومليح جابوهم لهم وطلبوا التدخل عاجل لا ما حضروش معايا ما كان كان طلب الحقوق ديالي والله ينصر محمد السادس ملك المغرب. اذا كما سمعتوا على لسان الاب والام والطفل القصير الضحيه فالاسره كلها تناشد الجهات الوصيه والمسؤوله للتدخل العاجل قصد انصافها اولا انسانيا ثم